أولاً اتجاه الجميع للقبل بالتأكيد أنه سيتحرك، خصوصاً الصحوان اللي كان بين فريق طنجة مؤخراً. كنا عارفين أنه الأجواء اللي كتحيط بالمقابلة غيكون عندها واحد العامل كبير. وقبل ما نهضر على المقابلة ضروري أنني نحيط بهذاك الجو اللي كان، الإنرجي اللي كان، الفيبريك كيفاش كان، الروح اللي كانت. كيف قلت لعافا اليوم كان خصنا نكونوا ذكيين واحد الدرجة كبيرة باش نعرفوا نتعاملوا مع لي ديتاي اللي غيجيو، لأنه نيفو دو موتيفاسيون ما يمكنليناش نديرو ليكيفالونس مع ليكيب أدفيرس، لأنهم موتيفيين ما عندوش ما يخسروا. هذه محافظة على ديناميك اللي هي بوزيتيف مؤخرا. بالرجوع للمقابلة كنظن دخلناها بشكل مزيان، تاحوا لنا فرص، سجلنا في وقت مبكر. الادوار اللي جاوا من بعد الهدف اللي سجلناه كان مد وجزر، كنظن تاحوا لنا حنا فرص، تاحوا فرص للفريق الخصم، ولكن ما كانوش بالخطوره اللي كان بامكاننا نزيدوا فيها هدف ثاني. والاكيد انه ملي كتلعب في هذه الاجواء مع فريق اللي كيدير كل شيء باش يربح، كتاح لك فرصه باش تدخل المقابله وما تتقدرش. اكيد انه الهدف اللي جاوا قل التركيز، كنظن لا عاودتي 10 مرات بحال هكاك ما غيتماركاوش، ولكن مادام كيتماركوا عليك اهداف بحال هكاك كتعرف انه الفريق المنافس كانت عنده الروح اكثر منك، كان عنده التركيز اكثر منك، الدافع ديال الجمهور كنظن لعب دور كبير. كنهني السي هلال على العمل اللي دار كبير، لانه تعرف اطار اللي هو كفؤ كبير وصديق. كنا تنتمناو حتى حنا ناخذوا نقاط من المقابله، ولكن كنظن الروح اللي لعب بها الفريق الطنجاوي كيستحق ثلاثه نقاط، ولو كنا في التركيز ديالنا اليوم كنا نديو ثلاثه نقاط. هادشي اللي نقدر نقول كقراءه المقابله. لي شونجمون ديالي كنت يمكن نقدر نقول لك وين الا ما تحت ليا فرص، تحت ليا فرص باش نقتل الماتش. دوزيام بيت كان تحت لينا فرصه اللي هي سانحه ما تسجلاتش، وجوست ابخي تمارك علينا لو بيت، لان لو بيت راه تمارك دي ليغاليزاسيون الدقيقه الاخرى. كنظن هذه السنه ديال الكره، الا ما كنتش عارف الخصم اللي كتلعب معاه ولا موتيفاسيون ديالو. كما قلت راه فريق طنجاوي بحال تيدير معجزات، وكيف باغي يدير لي بيي لي ما باش يرجع، وانت كتخلي له هاد الفرصه شنو كتعطي؟ راه كتزيدو لا موتيفاسيون دو بلوس. دونك لا ميم شوز اشاك فوا كيتاحو لنا فرص باش نقتلو المقابله. هادشي اللي عطا الله كما قلت، هادي هي المجموعه اللي كاينه كنطيقو فيهم، الدراري كيديرو دي كرون ديفون. وكنظن اليوم بكل بساطه الروح تغلبات على الروح ديال الفرق الطنجاوي، كانت اكبر منا والعزيمه ديالو كانت اكبر منا. بالرجوع كنظن بان رجعنا شويه من ورا، سي صح فعلا باش تحافظ على النتيجه. كنظن ديال ديبي هذا هو الحال ديال الفرقه ديال النهضه هاد السنه، اللي كنحاولوا حنا هو نعتقوا اللي يمكن لينا في هاد الاخر ديال السنه، هذا هو ليفيكتيف اللي كاين الفوجيري. كنظن جوسكا مادنا وحنا مازال في لاكورس، وما علينا اذا نبقاو اوبتيميست. امور عاديه ما محتاجاش اننا نكونوا سفرين، لعبنا ماتش كنا باغيين 3 بوان ما كتبش، سي بون نطلعوا للصفحه ونقلبوا على اللي جاي. حتى هاد المهمة ملي تعطات لي هاد المهمة ديال تدبير هاد المرحلة الانتقالية، ما كنبغيش نهضر بزاف على كيلكو ديتاي. كنفضل انني نتحمل المسؤولية باش ما نهضرش على بزاف ديال الامور. كنظن هاد لو في ديال الرجوع للوراء ماشي شوا ديالي قد ما هو قدرة ديال اللعابة، وقد ما هو مونطال ديال اللعابة. كنحاول ما امكن ندفعها من قدام، لانه اصلا في الاصل ديالي انا كنبغي الكرة الهجومية، ولكن فوق طاقتي كلا تلام. الدراري يتم نجاريهم على حساب داكشي اللي قادين يعطيو. وكيف ما قلت لك ملي كيتاحوا لك فرص، ولا رجعتوا شفتوا المقابلات كامل اللي دازوا قبل، راه تيتاحوا لنا فرص كثيره اللي تيكونوا دي فاس ا فاس وما كنسجلوهمش. ابخي اون اسيم لو جو. بالنسبه لي انا كنحاول نجري هادشي اللي كاين، كنظن اننا كنديروا لو ماكسيموم. ابخي كتقول لا ريوسيت، وابخي خصك تعرف انه كل خصم خصك تعرف تتعامل معاه. كما قلت اليوم ما كانتش كتعني كاع الفرق ديال النقاط ما بيننا وما بين طنجه. الفرق اللي كان هو الروح، هو الانرجي. كما قلت لك كنا عارفين غنلقاو هاد الروح وهاد الانرجي، ما كناش كنتوقعوا اننا غنعطيو دي كادو بحال هكا، لان لي دو بيت لي تمارك عندنا سو سون دي كادو اللي ما تيداروش. فوت ماركاج اي بوي دوزيام فوت اللي بقات اونتر لي دو جوار، لعب ضربات فيه ودخلات. دونك هاد البيوت ما كيتماركاو الا كانت فرقه عندها الرغبه، ما عندها علاقه بالكره ولا انك رجعتي للور ولا ما رجعتيش للور. لانه حتى ملي تمارك علينا الهدف ديال التعادل راه طاحت لينا فرصه ديال الفكاك قدام الكاري وما ماركيناهاش. شو كيف درنا كل شيء باش نواركي ما كتبش الله. كما قلت مبروك اتحاد طنجه، هارد لاك للنهضه البركانيه. كنظن حنا غاديين في المسار ديالنا ديال هذه المرحله الانتقاليه. كما قلت باقي بزاف ديال الحوايج لي بوزيتيف خصنا نشوفو فيهم، وكما بغى يكون الحال غنزيد ناكد عليها.
حنا غادي في الاوبجيكتيف ديالنا وغنستغل ان شاء الله انه هذه السنه نحاولوا نتخطاو هذه الاخطاء اللي كانوا في هذه من هنا لاخر السنه نحاولوا نتخطاو الاخطاء ونعرفوا اللي لايق واللي ما لايقش باش نقدموا بنيه ان شاء الله مستقبل الهضره احسن من الباسي اللي كان.